أوريه. شايف هذا البلان اللي كان عندك. أنا إيش عملت؟ هذا جدار 75، هذا جدار 50 لأنه بيناتهم، وهذا جدار 75 بيناتهم. هذا الفولت، يعني هون أنا عندي فولت بين هذا الجدار وهذا الجدار. نعم نعم. أوكي، حنيجي مثلاً ID ارتفاع هاي النقطة 3.30 متر. بتيجي أنت بتبني هذول الجدران مثلاً هيك، هاي الهايت 33، رفعت الجدران، حطيت شتر الخشب أوكي هون، وبنيت هذا الفولت، ومن وراء أنا رافع الجدار كامل. معك two options. الأوبشن الأول إنك تساوي زي، يعني تحط هون زي هيك فورم ورك خشب، نعم، وتصفت الحجار عليه perpendicular وتكون مجهز الأسفين، وبعدين مثلا بعد ما تخلص بترفع هذا الجدار وبتعبي فيلينج الزوايا اللي صارت بينه. يعني هذا على فرض أنا لأني طفيته حيكون هيك الفولت، هذا الشتر، وحتيجي سماكته فوق. أوكي، موضوع سهل. وهذا الجدار مرفوع الخلفي للأعلى. الطريقة الثانية، نعم، لما رفعنا الجدار ممكن تشتغل على الطريقة النوبية، بحيث أنت تبدأ هون على المايل، يعني كأنه أنا عملت، شوف كيف، فرضا هاي لاين من هون فرضا 50 سنتي، نعم، حقول له سلايس لهاي 3 بوينت من هون perpendicular للكواد both. أوكي، هاي إيريز، أنت هيك حسبتني المدامين. وتمشي فيها أصعب، بجوز later on تصير تساوي هاي الطريقة. يعني أنت هون بتساوي footprint، بترسم على الحيط نفسه البروفايل رسم، وبتيجي بتصير تبني زي حسن فتحي على المايل، وبيطلع عندك من هون النهاية تاعته فيها تلتد مايلة، يعني هيك هاي باللبن الطيني يمكن أسهل من الحجر. لا، والحجر أسهل الآن. أسهل؟ في هاي الطريقة هون بيكون الحجر عم تبنيه كأنه أقواس هيك اتجاهه، بينما نعم نعم فعلا. طريقة الشتر الأسهل بيكون هيك اتجاهه، يعني موازي للضلع. عموما خلينا نحكي إنك حتبنيه بشتر، ونجيب 5 سنتي الأحجار ونحطها هون. أوكي، الآن أنت عندك هاي الواجهة عم بتصير كلها مفتوحة، يعني هاي isolate end. أنت بعد ما تبني هذا، هاي erase erase وهذا erase، أنت عندك هيك هاي erase، عندك هذا السبيس هيك صار شكله. هاي الواجهة حتى لو تتركها كلها زجاج ما عندنا مشكلة فيها، صح؟ فأنت لأنها مش حاملة، أنت هون أندو أندو أندو، إحنا حاطين بنينا جدار أيضا لارتفاع 3 متر، وخليناه يشرك معاهم اللي هو هذا الجدار هون على البلان. لما بنيناه بنيناه سوا هون. هذا بارتيشن بفيدنا بالثراست اللي نازل بالنهاية، وممكن يكون ايضا سيبريتر لانه هذول تو ديفرنت شاليه، يعني ممكن يكمل صح. هيك شيء صغير ويصير في شربس، يصير في حوض بنات وات ايفر، صحيح هيك، يعني بنش اللي هو يعني. الان السكرين هاي اللي فوق ممكن تكون بسيطه زي ما انا عم بساوي، مثلا بتقص قطع حجر 10 سنتيمتر، الافقيات بيكونوا أطوالهم variable، يعني متر متر وعشرين حسب طول الحجرة، وهدول هم اللي بتوحدهم كأنهم طابوقات، يعني خلاص بتقص مثلا ارتفاع الحجرة 25 بتطلع معاك الباتر، بتوزعهم وبتعبى بيناتهم مونة وكذا، وجوه بيجي الزجاج.
الآن هاي السكرين بتخفف من كمية الشمس اللي فايتة وبتعمل لك سكس في الـ في الـ في الشادو من جوا. يعني أنا عم بشوفها بالفولتس اللي عندي، بتشوفها بسيطة من برا، بس طوال اليوم مثلا إذا الشرق من هون والغرب من هون طول اليوم عندك مثلثات من الضوء جوا حلوة جدا. من الجهة الخلفية ممكن أنت تخلي نفس السكرين، وممكن لا تحط لك هيك ديكوريشن فتحات صغيرة أو دويرة اللي بدك إياه، هذا إلك بيرجع. الآن لما نيجي نحكي على الواجهة، أنت بالديزاين حاطط فرضاً ثلاث فتحات، ثلاث أقواس نصف دائري. النصف دائري ما بدنا نستعمله لأنه رومان، يعني إحنا بدنا نستعمل pointed segmented العراقي هذا اللي هو three centers ومن فوق straight whatever، يعني هذا إلك الاختيار. أوكي، بس بدك تلاحظ إنك أنت كل ما صغرت الإسبان كل ما ارتحت. يعني هذا بقدر أسوي قوس واحد من أوله لآخره، بس هو مكلف علي، بينما هي قطعة صغيرة أسهل. ومثلا لو أغيره هذا هاي copy and assign، لو أسوي بس arch أرفع 20-30 سنتي يعني زي هيك، كمان أسهل لي. تمام؟ إذا عندكم خشب هناك، خشب سكة أو شيء، ممكن تخليه لنت الأفقي، فأنت حر فيه طبعاً. وكل ما تصغر عددهم، يعني مثلاً لو تيجي أنت تقول أنا بدي أساوي شباكين وبالوسط بدي أسكر مثلاً، أسهل لك لأنه أرخص، هذا تكلفة وقت الأقواس. صح، أنت بتعتمد على الانتيرير. لا، وبعدين بدك تشوف أنه مثلاً هون مدام عندي قوس، معناها أنا عندي أوفست عنه. مثلاً هاي حرسم بولي لاين بالفراغ هيك عشان تحس الانديكيشن. هاي بولي لاين، طفي الدايناميك من هون ارك سكند نيرست لهون سكند للاند. انت طلعت مثلا بالجدار لهاي النقطه اي دي يو سي اس وورد مثلا، بتوحد شغلك بالمشروع. اي دي ارتفاع هاي النقطة مترين وربع، يعني السبرينج لاين لأي أقواس مترين وربع، أو ممكن تكون مترين وعشرة إذا بدنا نصغر. فأنت بتبني المداميك للمترين، مترين وعشرة، وبعدين هون هاي أوفست مثلاً 20 سنتي 25 سنتي حسب ما نشوف الحجر الأفيلابل عندكم. فأنت فرضاً هذا هاي لونه مختلف عشان بس تشوفه على الـ 3D. هاي سماكة الارج، فإحنا مثلا هاي من هون إذا هاي 20 سنتي هذا الكتف طالع وركبنا عليه القوس عشان نحصل على الفتحة هاي. نعم. الآن الحجر الراندم اللي بدك تستعمله، أنا واجهت فيه مشكلة لما جيت أشطب الشبابيك، مشكلته صعب تركب عليه الفريم لانه هو ايريجولر. ف هنعمل له بلاستر؟ ما هو بلاستر انت عم بتساوي حجر وبعدين بلاستر، مش منطق. فالافضل انه الكتل هاي بتاع الكورنر محل ما بدك تركب، ان كان من جوا او من برا او كل الضلع هذا، يكون حجر منشور مقصوص اكزاكتلي بالمنشار. ابو سمره، ترى الحجر اللي عندنا مو حلو مثل الحجر اللي عندك. يعني الحجر اللي عندي اوكي للاكستيرير لطيف، بس للانتيرير لازم بلاستر. حط له بلاستر خلاص، ما في. اي، وتعمل له شبك ولا بلاستر دايركت على الحجر؟ لا، بلاستر دايركت بس مش اسمنت. بدك تجيب يا اما كيف العراقيين بيساووا بالجبس البلاستر بتاعهم، يعني بغداد والموصل وهي كلها جبس، ما حدا بحط سمنت للانتيرير، صح ولا لا؟ بضل يتنفس وابرد وكله. أو بدك تحط شيت، سمنت شيت، شيت اللي هو دي هاي تريدد لايم، بس الشيت يعني على طبقات خفيفة لازم عدة مرات عشان سماكته ما تسوي لك كراكس. يعني طريقة هذا ينفع اكستيريور؟ لا ينفع اكستيريور طبعا.
ينفع. يعني انت حتى الحجر هون اللي بدك تبنيه باسمنت عادي، بدك بعدين تجيب الهيلتي تكسر الجوينت اللي ظاهره وتحشره كله شيد عشان يطلع منظره جميل وتحميه، والشيد مع العمر بصير اقوى من الحجر، يعني بضل يمتص ثاني اكسيد الكربون. اوكي، فهذا قلت لك هون اثنين ثلاثه، انت حر تتركها كلها مفتوحه، واجهه جلاس اذا ريسبشن، السكرين ان كانت بسيطه او ان كانت إشي تحفره بال بال بالاجهزه يعني زي ووتر جيت او كذا ممكن، بس خليه يضل هيك سيمبل الشغل ومش مكلف اريح لك. يعني هامش الايرور لما وانت عم بتركب، لما يكون كل الشغل عضوي ما بتشوفه ديفو، بتشوفه هاي عماره يعني عضويه طبيعيه، بينما لما تروح لشغل مقصوص في ووتر جيت ومكائن هاي الحفر، اذا اي ايرور صغير بتصير عينك تشوفه. اكيد. اوكي، ارجع للبلان هون سيلكت سيميلر. فهذا الاسقف لهاي الغرف، وهاي الغرفة زيهم الأخيرة الأصغر، يعني هي بس اللهم سبانها أصغر. الآن خليني أرجع أطفي الأسقف عشان نشوف البلان. هون مثلاً أنت لما هذا جدار حامل وهذا جدار حامل وهذا جدار حامل من هون لهون، أوكي، لما بدك تفتح فيهم فتحة بدك تحاول تسويها أصغر ما يمكن، يعني زي هيك هذا باب مثلاً متر فتحته 90 متر اللي بدك اياه، بده يكون عليه قوس سيجمنتد، يعني هيك مثلا بدك تيجي هذا كيف بدك تحسبها. انت شايف هون عندي الاوتوكاد الاركيتكتشر كيف بشتغل فيه، مثلا انا الارتش بدي ارفعه خلينا نقول 20 سنتي، سوري الرايز 20 سنتي، هاي الرايز 20 سنتي للقوس، والتوتال هايت 2300، معناها انا السبرينج لاين بدي اقول انه هو 2100. نعم. يعني على المترين وعشرة بيبدا التقوس مثلا، او مترين اذا يعني انت المترين وعشرة انا ليش حطيتها؟ انت اذا كورسز الحجر 25 سنتي لما تطلع 8 مداميك بالوضع الطبيعي صار عندك شيء 10 سنتي مونه يعني بين. نعم. صحيح. انت بتطلع مثلا 10 مداميك سوري 8 مداميك بالحجر وبتوحد هاي النقطة بتاخدها شقلة عساس انت عم تبني لهاي النقطة اللي هو بداية القوس. نعم. بتيجي هون حطيت فورم ورك صغير بتسوي لك واحد حديد لكل الفتحات وصفيت عليه الحجر، سويت القوس هذا وكملت بنا فوقه، ولما يكون كبير بدك تحط دبل، يعني مثلا هون اذا انت أنا هون مثلاً هذا الحيط ما مساوي فيه نيتش، تاركه حيط سوليد أريح لي. أوكي. نعم. ممكن تحط التلفزيون على الحيط ولا تشوف بالفرش تحطه هون. لما تقرر زي هيك تعمل نيتش بالجدار تكسب من سماكته زي هذا النيتش، وإحنا عنا هذا الجدار قلنا هاي ارتفاعه 3300 بده يبلش الفولت، فأنا لازم أجي مثلاً على هذا القوس هذا إذا أنا بدي أنفذه. أوكي، حاجي فرضاً هاي الفتحة، هاي أرسم لي سيركل من هون لهون وسيركل من هون لهون وسيركل من التقاطع لفوق، أخذت 60 درجة السيجمنتل، وهاي أوفست مثلاً سماكته 25 لفوق، وبعدين ارسم لي بولي لاين من هون بيربنديكولر على هذا ارك سكند نيرست، مثلا مش عارف وين البيربنديكولر اي نقطه، لاين ارك سكند نيرست لهون لاين كلوز، وبعدين خذ لي هاي النقطه بيربنديكولر وعدل لي هذا من هون لهون، فرضا محيت الدوائر اللي سويتها، اكسترود لاست هذا بدك تاخده على سماكة كل الحيطة، يعني اكسترود هذا فرضا 750 حلونه عشان اعرف القوس هذا، هاي موف من هون لهون، فانت بدك لما تحسبه تشوف قيمته هذا، يعني انا لو اي دي يو سي اس وورد
اي دي، ارتفاع هاي النقطة 3، لو نزلته هيك 900 معناها أنا بديت السبرينج لاين مع الباب. أوكي. نعم. حمسك الماس إليمنت اللي أنا طافيها وأضويها، اللي أنا حافر فيها شو اسمه isolate end، هاي الماس إليمنت يعني رفلي أنا ححطها هيك. نعم. ارتفاعها هلا ممكن هون هاي ايزوليت هاي، ممكن هون هذا مو مثلا لبرا 2، اذا حسيت انه السبان كبير هذا ممكن نحتاج حتى نيجي هيك وفوقه كمان نصفط الحجار كانه دبل ارتش. نعم. تعرض الفتحات بتصير اخطر. اوكي. فالان طبعا هون بالنسبه للعمق محمود، يعني العمق بين هاي الحيطه الداخليه، يعني لو ارجع انا ها ايزوليت اند ديب الحيطه اللي عندنا 75، يعني انا لو اخذت انا كيف حبنيه في الواقع؟ حبنيه هيك كانه اوبننج. نعم. وترجع تشغل وبعدين بتيجي هون ممكن تبني بلوك عادي اسمنتي 10 سنتي اللي بدك اياه، مثلا هاي 10 او 15 لانه خلص ما عاد حامل. فال 750 بتقدر تحصل منها على 650 مثلا، او تسكره جبسون بورد مش فارقه، هذا يعني تسكيره القوس بعد ما عملته. اوكي. نعم. خليني افترض انه هو هذا بس واحد، ممكن نعرض القوس يعني نخليه بدل 20 25، هون ممكن 20 بس تكفينا. فقدرت احصل على النيتشز هون نفس الشيء، ما في الفتحات الافقيه، بدك تسويها ارشز وتختار نوع الارش بحسب الواجهه. الان هذا الفولت اللي هون هذا عم يبني هيك للثراست، هون ماخذ الجدار الثاني والوزن هذا عم بيعادل فيه، هون حنضطر نحط باترس يعني طالع لمنسوب فوق السبرينج لاين اللي هو بداية القوس، حنضطر انه نعرض الجدار تبنيه من تحت ستيجرد او هيك مايل، او يعني مثلا طلعت لك زيادة 75 سنتي وبديت تتراجع فيها، فمنه بيكون ديكوراتيف ومنه هو بحمي لك للثراست، وممكن حتى من الجهة الثانية. يعني إذا هذا الباب لو هاي انا عرضتها هيك سويتها 60 سنتي بتصير دكه جلسه مثلا جنب الباب بالحجر، تطلع لطيفه هاي تفاصيل صغيره. نعم. الان اذا بنيجي على المنطقه الخلفيه، انا هون ايش سويت لك؟ isolate end layer طفي سوري هون هذا الدرج الخدمة سويت ارتفاع 20 في 25. أوكي. وطلعت بالدرج لهذا المستوى، ومن هون بنفس سماكة الجدار طلعت الدرج وأخذت لك هاي سقف فلات. الآن إذا حطيت أنت هون على السقف الفلات مكان التكييف بتصير كيف هاي الفتحات من هون؟ ممكن تسوي لك واحدة تكون هي الدكت اللي بده يضرب، يعني هاي مثلاً isolate. لا التكييف عندنا وول يونت ما يحتاج تك. ايش يعني وول يونت؟ يعني بس هاي اللي بتتعلق بالجدار انت بس تدخل لها كيبل غاز سبليت، يعني سبليت. ما هو انت شوف يعني حتى اذا ما بدك تبينها هاي الفتحه بتحط الماكينه برا وتقدر تساوي هيك الدكت يضرب لك تكييف. تمام تمام صحيح حلو. هي لطيفه. جميل. يعني ما تحاول ترمي التكييف من نفس الفولتس من الخلف. نعم. اذا بدك ترمي الان هذا. نعم. الحمام اللي هو هذا الحمام الصغير اللي هو هون انا ايش عملت فيه؟ شوف انت عندك هون هذا الحيطه اللي هي بين المطبخ انا. نعم. قلت على الديزاين
هلا انت مساوي فتحه من هون وفتحه من هون للحمام، بس انا مستغرب ليش في شاور، هذا حمام ضيوف مفروض مع الصاله، لانه في غرفه نوم لها شاور. لا لا مو هي، شوف هي الصاله هذه ممكن الباب اللي بينها وبين غرفه النوم يتسكر وتصير وتصير هذه غرفه تتاجر مفتاح. انا ليش مخلي بواب من برا تمام حتى يصير اكسس للغرفه هي. طيب يعني هاي تكون فيها بيد صوفا بيد وتتاجر كغرفه يعني عاديه. انت هاي غرفه النوم ممكن هذا يكون باب واحد من اي بالضبط واحد ترفع بطل. مش ضروري يوصل للارض زي هذول، تسوي لك جلسه من برا ومرفوع بطل. المهم بطل. فهون عشان اكسب انا ايش سويت؟ شايف الدرج نفسه اللي عم يطلع هذا نعم من هون انا حملت عليه قوس تمام حلو هذا اوبجكت فيو حلو حلو انا ببني ببني قوس وبعدين بسده من الخارج باي شيء وفيه فتحه حلو. فانا بالتالي كسبت كل العرض جميل جدا للحمام جميل جدا فانت جميل جدا. ممكن هيك شوف تفتح الباب تلاقي مثلا مغسله وهذا كرسي والشاور على اليمين او ممكن حتى هاي تكون الشاور محمود لانه هاي من هون لهون جميل. 90 ممكن شاور جميل. كيرف هذا جميل. جميل حلو جميل 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 وبعدين ايش سويت؟ السقف تاعه هو فولت بديت الفولت عشان انا يضل لي باب واقدر افوت منه هاي اي دي ارتفاع النقطه هاي بتاعت بدايه الفولت نيرست ارتفاعها 240 بدايه نعم ليش 240؟ انا قلت اذا السبرينج لاين 210 والرايز تاع الفتحه مثلا 15 سنتي وحطيت لك قوس 20 او 25 ضل معك مجال انك تبني القوس وتقعد الحيطه هاي على ارتفاع المترين جميل جدا فبالتالي هاي الحيط انا اكشولي هاي 2400 اللي هي هيك حبنيها وبعدين اجلس الفولت عليها اوكي جميل بعد المترين و400 احنا لازم نسكر ولو تلت يعني هون مثلا هذا اخوه اكبر منه الاسبان انا بديته على مترين و400 شايف وبعدين بديت الفولت بعدين رفعت هذا الحيط وسويت باك فيلينج عشان امسك اقوي الفولت يعني هاي المنطقه الحفره اللي بيناتهم تنسد هيك تمام حلو جميل هون جميل جدا. هون مع النهايه مع النهايه بتاعت الفولت وبدك تحط لك شويه بلاط وعزل وما بعرف شو وتصب لك 5 سنتي اسمنت هاي الارتفاع مثلا عندي 3 متر و55 اعلى نتفه من السبرينج لاين وممكن ينزل يعني هذا شوف انا مساوي هون سكشن هيك اللي هو هيك عندك الوضع انت فعليا بدك 5 سنتي مع ماده ميلان وشويه عزل فوق ال الفولت وممكن حتى نصغر يعني انا عندي هاي 7 سنتي مش مهم كم تكون وهذا انا مسويه كاتينري الحمام اوكي هاي السكشن وهذا الحمام من الداخل الدرج ها جميل لازم يضل له مجال انك تبني القوس بتاع الدرج ربع دائره وبعدين يجي السبرينج لاين جميل فهذا الحل هون للحمام الحمام الثاني انت بتشوف يعني هذا بتشوف الانسب يعني هذا باب ممكن هاي مغسله كرسي وبيديه تلغي البانيو مثلا بس شاور او ممكن ترجع للي انت مسويه تحط بانيو شاور كرسي يعني بايدك بس هون انا ايش عملت شوف محمود هلا هذا فولت محمول على هذا الجدار وعلى هذا الجدار هذا الجدار فيه فتحه احنا سوينا قوس الدرج كملناه فولت يعني هذا حيكون الفولت 90 زائد سماكه هاي الحيطه مثلا 20 ولا نعم صحيح يعني اللي هو حيحمل كارينج الدرج هذا من فوق تمام اوكي الان قلت لك هذا الفولت عنده جدارين حاملات بالتالي الجدار هذا وهذا مش حامل يعني انا ممكن احط هون بس جدار خارجي فرضا انا هون
حجرة واحدة 20 سنتي وأليسها من جوا، كسبت كاونتر كامل هون، شايف هاي 50 أو ممكن تزيدها 60 للمطبخ هذا. يعني تمام، شوف سماكة هاي الحيطة كم وسماكة هاي الحيطة كم. تمام صحيح. أوكي، وهون نفس الشيء، أنت عندك هذا جدار، هذا السوري اللي بيناتهم اللي أنا مقعد عليه الدرج هذا مش حامل، فإيش ممكن نساوي فيه؟ ممكن نساوي فيه قوس كامل من هون لهون، ولأنه مش حامل هذا القوس ممكن يكون حتى خفيف 10-15 اللي بدك إياه، ما تخاف منه. وبعدين بتبني لك بارتيشن هون، بتحط فيه التمديدات وبتاخده نيج لا لهاي الحمام أو لهاي الحمام، أنت حر يعني. نعم تمام. فهيك صارت هاي سيمبل. صار عندي هون سلابتين أفقيات ما راح أتغلب فيهم إذا حطيت المكائن، ومخبيين المكائن، وهون ممكن نرفع هذا الجدار بيناتهم أعلى شوي، يأخذ له كمان شوية ثراست. والحمام هذا شباكه من هون، المطبخ هذا شباكه من هون. هذا الحمام مثلاً لو قدرت تبني نوبي يعني تحمله على هذا الحيط بصير مايل من هون، ممكن يطلع له شباك على العالي من هون من جنب. ما في شباك حتضطر مثلا هون كوبي من هون لهون، كوبي هذا الشباك، تحط لك اي فتحة فرضا ارتفاعه متر وربع للحمام وين جاي هون، whatever بتختار له مكان كويس وشكله. بس ده طبعا يعني احاول انه يكون صغير عشان ما ناثر على الجدار الحامل، يعني 50 سنتي 60، حتى لو بدك تكبره بدك تسوي لك له قوس كويس وتطلع لا لا كافي 40 سنتي حتى كافي ما تطلع البروبورشن حلوه. هيك بتضمن هذا الديزاين. الان انا كيف تشتغل بال عنده أنا إيش اللي غيرته؟ هدول كان لازم يطلعوا على العالي وأنا عم بشرح لك. نيرست وهذا نيرست سوري للإند. أوكي هون بالسيلويت هاي بدك تطلع هذا الكتف لفوق وهيك تسكرها، هاي تحط لك هون مزراب مي او ممكن المي تكبها لبرا الا اذا كان ديكوراتيف حلو. وهدول بيناتهم نفس الشيء، بدك تساوي فيلت كيرف يعني مش زي اللي هون. نعم يعني هيك ديكوريشن سويت هون بيناتهم، وهذا هيك سكرته اخذت هاي كتله. حتى انا كان في واحد من الاوبشن انه انا بنيت حيطه هاي كملتها هيك واجهة ستريت ما حتشوف الفولت هون، بتشوف هاي عبينا سماكة 20 سنتي طيب. أخذت هاي الترمينيشن تقدر تلعب فيه زي ما بدك. وهذا صار عندك هيك بادي من هون مايل، وهذا الفولت الثاني أوكي. وأخذت هاي الحيطة اللي هي ليتر اون لما تبدع بتصير تقدر تبنيهم على الطاير. وهذا الاسبان قد هذا الاسبان على أساس أنت بتيجي نعم. بتشتغل مثلا حطيت الشتر هون بنيت الفولت فكيته حطيته هون بنيت الفولت، بتكون مجهز كل الحيطان للارتفاع فرضا 33. وقبليها بدك تكون باني هذا لانه هو قائم على المترين و40، يعني بدك تشوف التسلسل كانك بتاخذ يعني كيف 3D سكشن مثلا. نعم نعم هون هذا مفهوم هاي روتيت 3D. لو السكشن العادي أنا اللي عندي ميلته 90 درجة هيك لتحت، هاي فرضاً رفعت 1600، وهون قلت له generate 2D section هون 2D section هو طلع لي بلان على ارتفاع الكذا. وبعدين هذا right click regenerate قلت له 3D new okay هون صار هذا 3D section شايفه هيك، وفي عليه فوقه 2D هذا ال2D هاي مو
موف لاست هيك. فانت بتيجي بتشوف التقاطعات هاي كيف حتنفذها ومين اللي ممكن تأجلهم اللي هم البارتيشنز هدول عشان تضل تتحرك بسهولة. وبعدين مثلا هذا السكشن على ارتفاع فرضا 240 كيف بصير لو رفعته كمان متر صار 1600 ريجينيريت. حنبلش نشوف الفولت ابديت يعني هون بلشت هاي الفولت تاعت الحمام شايفها بلشت تطلع. نعم. نعم. اوكي مثلا على ارتفاع كمان 80 او اقل على ارتفاع هاي 600 او لايف سكشن ممكن تسويه بتبدا تشوف كل واحد وين عم بيسكر معك وين خلصت الدرج وين. فهي بتطلع هيك شوي شوي مع بعض. الان هذا الديمونستريشن يعني انت كديزاينر وكانتيرير معك كتير هامش هاي إريز من انه تختار اشكال الفتحات اللي حتعطيك الكاركتر من اشكال الواجهات. تيجي هون مثلا اخر مدماك هذا اللي هو على 33 لو انت سويت حجرة لها بروفايل طالع لبرا مثلا 10 سنتي 5 سنتي فيها هيك نقشة بالحجر. نعم. وخبيت ستريب لايت وراها سوالك فلد على الكيرف يعني بتقدر ديكوريشن. او هون مثلا على السبرينج لاين هذا على بدايه السقف سويت باند بالجبس فرضا 40 50 سنتي ولف هيك افقي هون بالخشب اللي يعني اللي بدك اياه. فبصير عندك الديكوريشن موضوعه سهل. وهو اصلا لما عم تبنيه اوريجينال هو لحاله باي ديفولت بيطلع ناتشرال حلو يعني لانك عينك نعم بتشوف physical forces عم تنزل وتتلاشى فبتشوف جميل. كل شيء truth بس. فهذا يعني هون انا مثلا طلعت section عشان تشوف ايش هون العلاقات. نعم هون اذا عندك فتحة على العالي شباك سكرين وراها هاي ممكن تميلها chamfer ندفة يعني بصير الموضوع بإيدك أنت. هاي أتصور ماس إليمنت اللي طالعة بالسكشن هو مش هيك يعني هذا هاي جينيريت 2D سكشن حطه هون شايف هي هيك هاي المترين وأربعين اللي حكينا عليها وهاي المترين وعشرة هون وهاي القوس مثلا تاع الباب يعني شوف هذا حتى أقل متر وخمسة وتسعين وهاي متر وثلاثين لأنه السكشن مش بالوسط. هاي زمرونا الإنذار أنا لازم أطلع أروح لأنه في كيرفيو. يلا 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 حبيبي يلا عاشت إيدك سلم إيدك. أوكي محمود حرسل لك هلأ هذا الملف بص عليه وقلت الديتيلز هاي مثلا أنت اليوم طلعت بالأكتاف تحت الجدران وصلت للقوس بدك تساوي الواجهة أو قوس الباب أو اللي بدك إياه. المهم تكون حاسب ارتفاعه وتشتغله بأي طريقة بدك إياها كديكوريشن وكشكل. مفهوم 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 عاشت إيدك. ولو عندكم زينة يعني مثلا أنا هون بقدر أجيب حجار طولها متر وأربعين بقصها 20 في 25 في متر وأربعين. المتر وأربعين بقدر أسكر فيه باب متر أو 90 سنتي بركي الحجر الستريت هون وهون. لا أنت قلت أوبشن قلت احتمال بالبداية لطيف قلت خشب خشب هم حدر إحنا هون مرات خشب السكة ممكن تستعمله للفتحات الصغيرة بس مش للفتحات الكبيرة. إيه لا لا طبعا طبعا الفتحات الصغيرة لطيف أو زي هيك محمود شوف أنت هذا الفتحة هون مثلا هاي isolate هاي هذا الباب بدك تسوي ستريت بسوي ستريت وبحط الخشب وبعدين بعبي بوزيتيف كأنه هو شتر
او بتركه فاضي، بحط شتر خشب وببني قوس فوقه، بيكون هذا الترو اي ارش لا لا حتى لا لا هو حلو حلو هالشكل بالباب بالاقوى. نفسه يلحق القوس، اذا سوينا بلاستر داخلي تترتب. لا شايف؟ عشتيدك والله، والله عشتيدك مش كثير مش حلو. مش تعديلات الهدف منها، يعني الفلسفة الهدف منها زي هيك تريك تكسب هذا وتعطيه كاركتر، اي لا 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 اكيد، لا لا اكيد اكيد اكيد. والسمكات ايضا، وتخفف النيتشز والفتحات لانه كلها كوست ووقت. أكيد يعني هون على الواجهة الخارجية هاي كلها، انتوا عندكم سيستمز متطورة، اذا حابين تدفعوا ممكن تجيب له هاي الواجهة كلها، تسويها قطعتين خشب، قطعتين زجاج مثلا isolate high في الفولت، القطعة اللي فوق fixed مقسمة، والقطعة اللي تحت foldable تفتح على سكة، يعني whatever. بس هي كل ما كبرت الزجاج كل لا ما لا هو شوف لا لا شوف هو الحرارة. هو التوب لازم يصير سوليد، اه لأنه أنت بالنهاية بدك تسكر بكيرتن، بدك الناس من تنام بدها دارك انفايرمنت، فأنت ما فيك تخلي، يعني أنت صح مبدأ اللايتنج كثير لطيف، بس بدك يسكر بكيرتن هذا هون محمود، اذا انت عندك الباب من هون مضطر عليه الجانبي هذا اوكي، بس ما تكتر، ما تحط فتحات اخرى، يعني هذا الحيط اللي حامل الفولت، فتحه واحده مقبوله، واذا قدرت تسوي لها كونفيرت تصير هي بالامام زي هاي وتعدل الفرش وتلغي هاي الفتحه احسن واحسن.